بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لم يترك الإسلام بابا من الأبواب التي يمكن أن يرد على الإنسان المؤمن منها شر أو أذى إلا وبين لنا ديننا الحنيف كيفية إغلاق أبواب الشر، ليكون العبد المؤمن في تحصين تام من كل ما يؤثر عليه سلبا ويعوق حركته في الحياة الدنيا. ولما كان الشيطان هو العدو الأول لبني آدم، وكانت وساوسه مما تهدد بني البشر، كانت الإغاثة القرآنية والتحصين الرباني لمن يحاول الابتعاد عن طريق الشيطان ووسوساته، إنه العبد يستعيذ بالمولى سبحانه وتعالى من وسوسة الشياطين ومن حضورها كذلك، كما ورد وكما جاء في سورة المؤمنون في قول الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك لأمته من بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. المعنى قل أيها الرسول الكريم مخاطبا ربك ومعلما أمتك، ربي أعوذ بك، قل ربي أعوذ بك، قل أيها الرسول الكريم، إيه المقول؟ القول ربي أعوذ بك، أي أمتنع بك يا رب، أعتصم بحولك وبقوتك، متبرئ من حولي وقوتي، أطلب منك الحفظ والمنع والمنع بقدرتك من همزات الشياطين. همزات الشياطين يعني من وساوس الشياطين المغرية على خلاف ما أمر به المولى سبحانه وتعالى، وبتكون الوساوس دي عن طريق خطرات الشياطين التي أو عن طريق خطرات الشيطان التي يخطرها بقلب الإنسان فيغضبه، يخيفه، يفزعه، يشوش عليه، يربكه، يجعله يفكر في أشياء ما ينبغي الإنسان أن يضيع وقته فيها، يصرفه عن الطاعة والعبادة، المهم أنه يلهيه عن العبادة التي خلق لها، بما يضيع فيضيع وقته ويخالف ربه سبحانه وتعالى. عشان كده جت كلمة همزات، وقل ربي أعوذ بك من همزات، جمع باعتبار إيه؟ باعتبار المرات الكتيرة اللي بتهاجم وساوس إبليس فيها الإنسان، وباعتبار تنوع الوساوس، ما جالكش من الباب ده جيلك من باب تاني، المهم يصرفك عن الطاعة. وكذلك الخطرات الشيطانية عموما كثيرة ومتنوعة، ولا يفتر أبدا إبليس من الهجوم على ابن آدم وإغوائه وإغرائه بإثارته وبدفعه نحو ما يخالف به الجليل سبحانه وتعالى. يعني مثلا من همزات الشيطان ثورات الغضب، إن الإنسان يثور ويغضب بشدة، ثورة الغضب اللي تخلي الإنسان لا يملك نفسه معاه. ورد حاجة زي كده وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ده من همزات الشياطين، كما ورد في الصحيحين أنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجلان بدأوا يتخانقوا مع بعض ويشتموا في بعض قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بتقول استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، يعني شايفين الحادثة والواقعة دي، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، ده بيسب ده وده بيسب ده، بيشتموا بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال معلما لهما وللأمة: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الإنسان في عند الغضب العارم الشديد يلتزم هذا،
يلتزم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرجوع إلى السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أشياء كثيرة في هذا الباب، منها إذا الإنسان غضب يذهب ويتوضأ، وأخبر النبي لأن الشيطان خلق من النار وإنما يطفئ الماء النار، فالإنسان إذا غضب عليه أن يذهب ويتوضأ يغير الهيئة بتاعته. كل دي من المعينات لبني آدم على تجاوز مرحلة الغضب الشديد واللي بيثرها ويؤجج نيرانها وساوس وهمزات الشياطين. ومن أنواع همز أو همزات الشياطين إن يفزع الشيطان الإنسان في نومه، وده بيكون من همزه ونزغه. فقد ورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يقوله الإنسان إذا انتابوا فزع أو خوف أفزعه عند نومه، فأما خضوض من النوم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا فزع أحدكم في النوم، يعني أنا نايم وأنت مخضوض شفت حاجة خوفتني، إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والنبي بشر اللي يقول كده فإنها لن تضره، يعني التصاوير اللي شافها وفزعته وأخافته عند نومه لو قال هذا الذكر وهذا الدعاء لن يضره شيء. وانت بتستعيذ أعوذ بكلمات الله التامة، يعني كلمات الله المباركات الشافيات من أسماء الله الحسنى، القرآن الكريم، جميع ما نزل في كتب الله تعالى، كل هذه كلمات الله التامة. والموقف ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم فيه الصحابة إنه لما يتفزعوا يقول الذكر ده يظهر إنه همزات الشيطان من الأمور اللي بتتسبب في حصول الفزع اللي بيتعرض له الإنسان عند نومه. ده عامل من العوامل، لأنه برضو ممكن تكون هناك عوامل أخرى نفسية الإنسان بيشوف أو بيمر بحوادث وأحوال خلال اليوم قد تكون عامل من العوامل اللي تفزع الإنسان في نومه. ومن ضمن الحاجات اللي تفزع الإنسان وتقلقه في نومه همزات ونزغات الشياطين. ولذلك وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق اللي يتحصن به الإنسان من هذا الفزع الذي ألم به أثناء نومه، وغيره طبعا من الأمور كما دل النص النبوي الكريم على ذلك. ودل النص النبوي الكريم على أن الإنسان إذا قال هذا الذكر وهذا الدعاء واستعاذ بالله تعالى وطلب منه المنع والحفظ والمعونة من الحفظ من الشياطين ومن همزات الشياطين، فإنه بقوله لهذا الذكر بحضور قلب طبعا يكون دخل في ضمانة الله ورعايته، ولذلك فلن يتعرض لأي نوع من أنواع هذا الأذى لأنه تبرأ من حوله وقوته وتحصن وتسلح بحول الله وقوته. والله تعالى جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني بعد ما استعاذ من همزات الشياطين أمروا بالاستعاذة من حضور الشياطين، وأن يحضرون يعني أنا أحتمي بك، أعوذ بك يا ربي أحتمي بك، أتحص زي قل أعوذ برب الفلق يعني أحتمي بك وأتحصن أيضا من أن تحضرني الشياطين أو إنهم يحوموا حولي في حال من الأحوال، بالذات بقى في أوقات العبادات زي يحوموا حوالي وأنا بصلي أو أنا بقرأ القرآن الكريم أو يحوموا حوالي عند الموت لأن دي لحظة عايزة تثبيت. ولذلك النبي كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله من ضمن دعائه وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لحظة الموت عايزة تثبيت، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات
وغير ده طبعا من المواقف والأحوال اللي المفترض إن احنا نتعوذ فيها وعندها، لأنهم حينما يحضرون، يحضرون الشياطين يعني حينما يحضرون، يحضرون بقصد إلحاق السوء والأذى بابن آدم. ومن العجيب إنك لما تتأمل الآية الكريمة أو هاتان الآيتان اللي هي جوهرة اليوم، نجد إنه سبحانه وتعالى كرر: وقل ربي أعوذ وأعوذ بك ربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فتكررت، التكرير ده أو كرر هنا للمبالغة والاعتناء بهذه الاستعادة. ليه؟ عشان يلزمها أهل الإيمان، أنتوا محتاجينها يا أهل الإيمان لتستعيذوا بالله العظيم من همزات الشياطين ومن حضورهم حولكم. فاستعيذوا يا أهل الإيمان من شرور خلقه. وإنه أهل الإيمان لا يغفلوا عن التحصين وتحصين أنفسهم بهذا الذكر المبارك. وكرر كمان للتنبيه على إنه لا دافع للشيطان من همزه وحضوره إلا الله سبحانه وتعالى. ويبقى المعنى في الآيات، في الآيتين الكريمتين: تعوذ أيها الرسول الكريم وأنت وأمتك، واحتمي بربك في كل وقت من همزات الشياطين وحضورهم، لأن العصمة والحفظ من الشيطان أمرها عظيم جدا لا يقدر عليها إلا خالقهم، إلا الخالق العظيم. وطبعا وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما، المقصود هنا تعليم أمة النبي وإظهار التجاء النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن المواطن التي تشرع فيها الاستعادة من الشيطان الرجيم، وعندنا مواطن كثيرة جدا دل وحض الشرع الشريف على ضرورة أن يتعود الإنسان المؤمن فيها من الشيطان الرجيم، هنقول بعض النماذج. زي مثلا عند قراءة القرآن الكريم، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك في عبادة، أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. أنت في عبادة، هو مش بيروح للعاصي، هو بيروح للإنسان اللي على طاعة عشان يصرفه عنها أو يقلل رغبته فيها. فيستعذ الإنسان المؤمن قبل قراءته للقرآن الكريم من الشيطان الرجيم. ومن وسوسة إبليس كمان إنه بيلبس الشيطان على الإنسان في صلاته، يلخبطك ويشوشك ويحضر لك الأفكار من خلال الوساوس عشان ما تركزش، ما تخشعش في الصلاة. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرح قال للنبي: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي، بيلخبطني في الصلاة وفي القراءة بتاعتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اداله النصيحة المهمة وعرفنا معلومة مهمة، إنه في شيطان مخصص لصرف المؤمنين عن الصلاة. فقال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمه كده. فإذا أحسسته، يعني حسيت أنك بتتشوش في الصلاة، بتحضرك وساوس وخطرك يعني لا تجعلك في الخشوع الذي يجب أن تكون عليه، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، يعني هتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثة. التفل دون البصق، التفل يعني بتطلع، بتنفخ بالهواء ثلاث مرات وانت في الصلاة. حسيت بوسوسة شديدة، تستعذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين على جهة اليسار تنفخ ثلاث مرات، اللي هي تدفل عن يسارك، وده دون البصق، يعني مفيش مية بتخرج من الفم، دفع بالهواء ثلاث مرات داخل الصلاة. فقال عثمان، قال: ففعلت ذلك، كانت بتهاجمني الوساوس دي، ففعلت ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة والتفل عن يساري ثلاثا. فبيقول: فأذهبه الله عني. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
هنا ذكر بعض المفسرين إشكالا وأجابوا عنه. إنه إيه الإشكال؟ قال لك كيف يصح للمعصوم صلى الله عليه وسلم إنه يستعيذ من هذه الأشياء ونحوها مما وردت يعني في سياق القرآن الكريم عموما، وقد عصمه ربه. هو النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن هم ليه الإشكالية دي ظهرت؟ لأن هنا الأمر والخطاب في الآية الكريمة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال أمة النبي برضو، قال وقل ربي أعوذ بك، قل أيها الرسول الكريم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الجواب إنه مثل ذلك الأمر اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، هو من باب إظهار العبودية لربه. هو حيلجأ لمين؟ هو حيرجع لمين؟ فده من باب إظهار العبودية لمولاه والإنابة إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وإنه يجوز للعبد إنه يسأل العبد ربه ما علم أنه قد يفعله. إحنا مش بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تصلي ولكن تسأل الله المعونة على الصلاة. فمن الطبيعي حتى لو أنك تعلم أنك تستطيع أن تفعل ذلك أن تسأله المعونة على فعل ذلك، حتى لو أنت بتعمل ده. وإنه يستعيذ، وإنه يجوز له أن يستعيذ به، يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى مما علم أنه لا يفعله. في فعل شيء أنت عارف نفسك مش ممكن تيجي ناحيته، مش ممكن تهوب وتعمله، لكن ده لا يمنع أنك تستعذ بالله سبحانه وتعالى من أنك حتى تقرب منه أو أنك تفعله. وبالتالي هذا الأمر لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته صلى الله عليه وسلم من باب إظهار العبودية والالتجاء إلى الله تعالى والتوكل عليه والإنابة إليه في كل شيء. كما أنه لا يخفى ما في هاتين الآيتين من تعليم الأمة، إن الإنسان المؤمن في رحلته محتاج التحصين، إنه يحصن نفسه بالأذكار كلها بقى الواردة في الوحي الشريف في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، والتي من ضمنها إنه الإنسان يتعوذ من همزات الشياطين، الوساوس بتاعة الشياطين والخطرات التي يخطرها في قلب الإنسان، ويتعوذ من حضورهم حتى لا يزداد، لأنه وساوسهم خطيرة والأخطر حضورهم. لذلك جاء التكرار في هاتين الآيتين. أحب أني أختم بأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من أحواله الشريف وهديه الطاهر وعبوديته الحق لمولاه أنه كان يستعيذ بالله تعالى مما يخاف ويحذر. دي كانت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله مما يخاف ويحذر ويعوذ غيره كذلك، يحصن غيره كمان، ليعلمنا أن نحصن أنفسنا وأبناءنا ومن نحب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعني يحصنهم بالذكر اللي حنقوله ده اللي بنقوله رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كان بيكلم كده الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول لهم إن أباكما، يعني بيقصد بذلك الخليل إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقرأ عليهم كده يحصنهم بهذا الذكر اللي هو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. مع
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون. مرحبا بالجميع. ناخذ الأسئلة سريعا عشان الوقت النهاردة قصير. الست أم محمد، تفضلي يا فندم. ست أم محمد، ألو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وطي يا ست أم محمد التلفزيون واسمعيني من التليفون. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير وسلام يا رب. وطي التلفزيون يا ست أم محمد. التلفزيون خد يا حموت التلفزيون. أنا عملت عمرة أنا وجوزي. وبعدين في الصفا والمروة ريحنا في الشطين. يا حلو انت. فسألنا شيخ قال لازم تعملوها تعيدوا الأشواط من جديد لأنه هو تعبان، عنده 60 سنة وغضروفه كده وتعبان. لا ثانية، يعني انتوا ريحتوا شوية وكملتوا، يعني المهم عملتوا سبع أشواط. ريحنا مرتين أو ثلاث. المهم كملتوا سبعة أشواط. كملنا الأشواط. طيب حاضر. في حاجة تانية؟ شكرا. شموس، الله. ايوه، هي استاذه شموس. ايه الاسم الجميل ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. اهلا يا استاذه شموس، اتفضلي. طيب معلش، احنا كنا بنسال. احنا سودانيين الجنسيه. موجودين دلوقتي في القاهره. وبنسال عن دكاتره الشطر، هل بندفعها بنفس مبلغ الدوله ولا يعني انتوا تلتزموا نفس القدر ولا لا؟ حاضر. نعم. انت بتسالي تلتزموا بنفس القدر المعلن ولا لا؟ ايوه ايوه. حاضر. استاذه ايه، استاذه ايه، يا استاذه ايه سريعا عشان الوقت. طيب خلاص، معلش الوقت النهارده مش طويل، ربنا يبارك في الأيام المقبلة. هسيب حضراتكم إن شاء الله مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلقى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى فيه بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بمشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. إن شاء الله النهاردة نختم تصحيح سورة المرسلات. بنذكر السادة المشاهدين الكرام بالرواية التي نقرأ بها ونعلم على منهجها، هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يلا بينا بقى عشان مستعدين نختم سورة المرسلات. انتوا شاطرين ان شاء الله. ايه كده التصحيح يبقى يسير عليكم النهاردة. اللهم امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا
فتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إنكم مجرمون. إنكم مجرمون. لأني عندي إدغام الميم في الميم. الميم عندكم سكنة في إنكم، والتانية مجرمون. تمام؟ هنصحح تاني. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهيبقى عندي إدغام إيه؟ الميم في الميم إدغام بغنة، لأنه من ضمن حروف كلمة يرملون، واللي هو فيها الإدغام بغنة. الميم مع الميم هتبقى ميم كده مشددة ونغنى. هنقول إنكم إنكم مجرمون. إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. خلي بالكوا إن المقطع الأخير في سورة المرسلات مقطع بيتكلم عن برضو المكذبين والمعاندين وتحذير هؤلاء اللي عايشين في حياتهم في الدنيا بالطول وبالعرض وبيعملوا اللي عايزينه، وغير مؤمنين بآيات الله، غير متبعين للرسل، غير مصدقين، مش بيقولوا، مش مصدقين ان في يوم قيامة، مش مصدقين ان في حساب، مش مصدقين ان في عقاب، بيستبعدوا الصورة دي. الصورة دي صورة كلها انذار وتهديد لكل المشركين والمعاندين وغير المصدقين بآيات الذكر الحكيم. وخلي بالنا من ختام السورة، خلي بالنا من ختام السورة عشان أبقى برضو فاهم المعاني، وبرضو ده يظهر في النبر بتاعي وأنا بصور الإيه المعنى بتاع الآيات أثناء التلاوة. كلوا، يبقى ده تهكم منهم. كلوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. دول كان شكلهم إيه بقى في الدنيا؟ بيعملوا إيه في الدنيا؟ فجاب لك صفة من صفاتهم الخطيرة الخائبة اللي كانوا بيعملوها في الدنيا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ. طالما دول كانوا مكذبين في الدنيا، لم يؤمنوا بآيات القرآن الكريم، لم يستمعوا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الوحي الصادق القرآن الكريم، لم يستمعوا للآيات، لم ينصتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي ممكن يأثر فيهم بعد كده؟ في حاجة ممكن تأثر فيهم بعد كده؟ فيه؟ لا. عشان كده يجي الختام هنا، مش هختمه وانا بقفل الصورة بنبرة هادية، لان ده استفهام استنكاري، انه يعني انتوا هيجي لكم ايه عشان تؤمنوا ايه بعد القرآن، بعد ما جاءكم القرآن الكريم بما فيه من الآيات والدلائل الدالة على وجود الخالق العظيم وعلى قدرة الخالق العظيم. فعايزين نصور المعنى ده. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. آدم،
فبأي حديث حديث عينيكوا هنا حديث يعني خدت بالي على فكرة حديث أنا عندي إيه؟ أنا افتكرت عندي تنوين حديث تمام؟ وبعدها الباء بتاعت بعده فمن أحكام النون الساكنة والتنوين إذا جه وراها باء بنقلب التنوين لميم حتى بصوا كده هتلاقوا ميم صغيرة قدامكم اللي هي الصغيرة اللي تحت حرف الثاء اللي هو أصلا فيه كسرة وميم عشان تقولي إن هنا تنوين وراه باء من أحكام النون الساكنة والتنوين إذا جه وراها باء بتتقلب الميم اللي انتوا شايفينها وبعدين يحصل أقول فبأي حديث حديث الإقلاب ده اللي هيأدي بعد كده يبقى فيه معايا هنا أقول فبأي حديث هيا آدم حديث ما بقفلش بقي بسيب حتة صغيرة حديث بعده يؤمنون لازم أعلي النبر بتاعي وأنا بقول لأن ده سؤال سؤال استنكاري حديث بعده يؤمنون أحسنت الله يفتح عليك هقول لكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. الست ام محمد بتقول عملت عمره هي وزوجها وبعدين في الصفا والمروه في السعي يعني كانوا بيريحوا كل شوطين لان زوجها مريض قلب وبعدين بتقول انهم سالوا حد فقال لهم لازم تعيدوا الاشواط تاني يعني لا يشترط التتابع في السعي بين الصفا والمروه. يعني ايه التتابع؟ يعني مش لازم يبقوا ورا بعض ورا بعض يعني جبت السعي بين الصفا وبعدين المروه وبعدين الصفا وبعد مش لازم يكونوا ورا بعض. ممكن انا كل شوطين كل ثلاثه كل شوط اريح شويه وبعد كده اكمل. المهم ان السعي بتاعي يكون اتمه سبعه اشواط. إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الشعيرة تتم بتاعتها سبعة أشواط. كل شوط بريح كل شوطين أنا بريح تعب حتى لو أنا لم أكن مريض. المهم إن أنا أتم السبع أشواط وتقبل الله منكما وما فيش إعادة عليكي ولا على زوجك يا ست أم محمود. شموس من أهل السودان المقيمين في بلدهم الثاني مصر وبعدين بتسأل هل السودانيين المقيمين في مصر أو أي يعني من إخواتنا من بلاد أخرى معانا هل بيلزمهم نفس القدر المعلن عنه في زكاة الفطر؟ نعم بتدفعوها في بلد الإقامة بتاعتكم. هي بلد الإقامة دلوقتي بنفس القيمة المعلنة دي كحد أدنى كحد أدنى لمن يملك طبعا قوته وقوت عياله قد ليلة ويوم العيد. طيب أطلع القدر ده بس القدر ده حد أدنى يعني أقل حاجة دي. اللي عايز يزود إن الله يحب المحسنين يزود. أنا عايز أطلع عن اليوم كما أشاء أو أطلع زكاة الفطر كما أشاء براحتي
الانسان براحته ساعتها، وزياده في الخير مطلوب. فانتوا لان دي بلد اقامتكم الان فبتلتزموا بنفس القدر المعلن عنه كحد ادنى، وان شئتم الزياده عليه فبها ونعمت، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاه وسائر الاعمال، ونساله ان نكون من عباده المخلصين المخلصين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطانيه ربي. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، أعز وأجل مما أخاف وأحذر. اللهم أعذنا من الشيطان، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم احفظنا من الشيطان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.